وفي المجال الصناعي جاء مشروع قانون الاستثمارية الجديد بالعديد من التحفيزات، من بينها تسهيل التمويل البنكي وتوفير العقار الصناعي قصد إنجاح أي مشروع استثماري، لكن تبقى هذه التحفيزات في انتظار التطبيق. أحمد رشدي والتفاصيل. الإبقاء على القاعدة 49-51 هو الثابت الوحيد وسط متغيرات الساحة الاقتصادية بالجزائر، فمشروع قانون الاستثمار الجديد حافظ عليها وجاء بجملة من التحفيزات، ما فتح الباب للجدل واختلاف القراءات عن فحواه وما المنتظر منه. قاعدة 49-51 هي في الحقيقة نستطيع أن نقول قاعدة لا تعطي الفرص كثيراً للأجانب على الخصوص، ولكن هذه القاعدة في هذا الظرف بالذات بالنسبة على الأقل للقطاعات الاستراتيجية فهي مهمة. تسهيل التمويل البنكي وتوفير العقار الصناعي هما فاتحة لقائمة التسهيلات التي جاء بها مشروع القانون لجذب المستثمرين، خطوتان مهمتان وضروريتان لإنجاح أي مشروع استثماري. هذه القرارات هي قرارات شعبوية فقط وهي عناوين، فتحتاج إلى يعني تطبيق عملي في الميدان، لا نطلق هكذا فقط المشاريع دون أن نتابعها بالتشريعات. أين هي التشريعات التي تحكم هذه الأمور؟ التحدي هو محاربة البيروقراطية التي يعني عشعشت في الذهنيات، يعني في ذهنيات يعني الإنسان لا يعمم، لكن هذا هو من ضمن من بين المعوقات. مشروع جديد جاء بالكثير من التحفيزات والمستجدات، فهل وجدت السلطة العصا السحرية للدفع بعجلة الاقتصاد المتهالك وإزالة الصدأ عن قطار التنمية؟